هاي جايز، كيفكم؟ توحشكم برشا برشا، توحشت الأكاديمية، توحشت أصحابي، توحشت البخوف، توحشت درة. حبيت نعمل هالفيديو اليوم باش نشكركم برشا 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 على تشجيعكم ليا ودعمكم، وخليتوني نحقق أكبر أحلامي إنه نفوز بلقب ستار أكاديمي. هذا فوز إلكم وليا في نفس الوقت. الحمد لله رقب الله ربي، اللقب سنة كان تونسي. ودغنيغمون سمعت في السوشيال ميديا إنكم عايزين تسمعوا مني أغنية دابا تجيب كليام، وحبيت نسمعكم وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. دابا تجيبك ليام وتندمي يا غدارة، كيف نسيت الأحلام غادي تلقي المرارة. رسمالك غير كلام والحب فيك خسارة، عيشتيني الوهام وتعرّت السيطرة. سيري صافي سيري، شوفي لك واحد غيري، ما غاديش نرجع ليك مهما قاعد ديري. سيري صافي سيري، شوفي لك واحد غيري، ما غاديش نرجع ليك مهما قاعد ديري. ازيني من الكلام ما بقاش ياكل معايا، صرتي حاجة من الماضي لرميت وانا ورايا. سلينا والسلام غادي نعيدوا الحكاية، لي ضيعني غير مرة ما يرجعش لهواي. سيري صافي سيري، شوفي لك واحد غيري، ما غاديش نرجع ليك مهما قاعد ديري. إن شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الأغنية، ونشكركم مرة أخرى، وإن شاء الله يا ربي في أقرب مدة تسمعوا جديدي. Thank you. Thank you. Thank you. This is the game. نسيم مثل العادة، الصوت الحلو، العنبرين، الأداء كان أقل من العادة. سوري. نسيم معودنا على المغنى الحلو وعلى الصوت الحلو. أنا اليوم بالنسبة لي كان في يأدي أحلى، غنى حلو، غنى صح، بس كان حسيته مستعجل شوي، معجوق بالغنى. كنت بفضل يغني أروق، يرتاح بقفلاته، يركز على وضعية الجسم يلي كتير عم نشدد عليها عنده وهو بعده مش عم ينتبه له، كرمال ما نحسه هالقد معجوق وهالقد راكد ركض هو عم بغني. أنا من رأيك نسيم كان كتير مستعجل، بعد ما خلص الجملة بالحكي دغرفت بالغنية، يعني ما عطانا مجال تنعرف شو كيف بلشت الغنية. بعدين بدنا نشتغل أكتر على اللفظ الإي، هيدي مشكلة. بدنا نجيب الإي لقدام لأنه عم تروح الإي لورا، هيك عم بيروح جمال اللون، الصوت عم بيروح من ورا هالشغلة. هلأ كصوت على البرايم بدع، مجرد فتح تمه على البرايم كان بياخد العقل، كان كتير حلو أداؤه. يعني هالإنسان بعتقد فيناليست، وشو بيعمل بعدين ما بعرف، الله يوفقه، بس في شغل معه لازم يقتنع شو منقله تيقدر يتقدم ويوصل أحسن وأحسن. هلا أنا كنت ناطرة مين بده يحمل الكاس، وما بعرف ليش حسيت انه نسيم من هول اللي كانوا براسي معقول يعملوها، الباقيين ما استرجوا، نسيم بيعملها، ما فرقاني معه. نسيم صغير بالعمر وبعده بيتحمس. هلا ليش كان مستعجل؟ انا بفهم، وانا عم بحكي كمثلي عم بحكي عنه، انه هو اخذ الكاس وانه هو معجوق بالكاس ومبسوط، وكيفكن ومرسي وصوتوا لي وانا طلعت لهيدا وراح اعمل لكم ورا. هلا هو هديك المره انا حكيت وفسرت لهم اشياء انه هيدا الكيس، يعني هو لانه ما عنده خبره كانه هلا اعطيه اياه هيك بالانستا، يعني مش كانه عملها للقصه من قبل وفرح من قبل، عم يفرح هلا وعم ينبسط مع الفانز تبعه. صوت حلو كتير طبعا، وناقصه بعد كتير انه يكبر، مش ناقصه نحن نعلمه، ناقصه الحياة تعلمه لأنه بعده صغير. هيدا الصوت بيوعد كتير، بحب ضحكته، بحب هالوجه السموح وعم بغني مع هالصوت الحلو، بريحني أنا شخصيا، وحبيت مروره، حبيت كتير جرأت إنه هو أخذ الكيس. مهضومة إنه يعملها، معلش إذا الواحد حلم، ومعلش إذا ما لا تعتبر غرور، بالعكس تعتبر إنه أحلام نحن حابين نحققها. يعني
انا بالنسبه لنسيم شوي بدكم تسمحوا لي احكي بالشغل عن الشغل بالصف، لانه نسيم عم بيشتغل عندي بالصف بطريقه عن جد كتير حلوه. عم بيجرؤ اكثر على التمثيل، عم بيكون عنده مبادره، عم بيسمع يلي عم بطلبوا منه، وعم بيروح للاخر بالادوار اللي عم بياخدها. هداك الاسبوع نسيم لحاله اعطاني مشهدين كتير حلوين، يعني اكيد مع مره مع علي بوجه له تحيه، ومره لحاله. يعني نسيم عم بيصير عنده الجرأة يعني يبتكر اشياء، يعني يجرب. انا حبيت فكره انه طب وربح الكاس، يعني عنده هالجرأة. مهضومه الفكره شوي، سريعه لانه هيك يعني هلا اخذ الكاس، ولكن الذكي اللي عمله هو انه نقى اغنيه من تراثه، من يعني للجمهور يلي صوت له تيشكرون. يعني كله على بعضه تركيبته كانت مهضومه ولذيذه وخفيفه. تركيبه هالمشهد تشبه نسيم، مثله نسيم حدا قريب على القلب، بغض النظر عن صوته الرائع هو قريب على القلب. هلا اكيد بينقصوا شويه نضوج وعمر، العمر يعني هيدا العمر بيعطيها. انا معك مديره بهذا الموضوع، بده وقت. بس لانه انا مره قلت له بالصف، قلت له جمهورنا مش لازم بس يكون تين ايجرز، يعني نسيم بيقدر يسحر كبار وصغار بصوته، فمشان هيك لازم حضوره يكبر، حضوره ينضج، حضوره يكون ثابت اكثر. بس هلا بكل شيء بيعمله، كل شيء بيعمله بكل الايفالات، انتبهوا نسيم بيشبه حاله، هالولد المعجوق المخفوق بيشبه حاله. فمشان هيك بس لهلا عم بينجح، لانه عم بيشبه حاله بكل شيء بيعمله. يعني هذا صوت نسيم اللي اكتسبه، يعني مش اللي اكتسبه، صوته بالفطره حلو، باقي عليه الصوت اللي بده يكتسبه، يعني الاشياء الخبره التقنيه. هذا اللي بعد نحن اذا فعلا منزيده على هالصوت الحلو فعلا بالطبيعه رح ناخذ فيه كثير حلو. هو الذكاء اللي لازم يعمله نسيم، لانه هو انوجد بهالمطرح كله ناس تقدر تساعده، انه فعلا يكون ذكي بالتقاط الملاحظات تينمي هالصوت اللي عنده اياه، وتيصير عنده هالنضوج وهالهدوء بالمغنى وبالاداء. ناقصه هل فعلا التقنية، لأنه صوته كتير حلو، طبيعي عفوي، عرب وسلسة، ولكن أوقات هالعرب بتكون مثل شخصيته متسرعة، أوقات بتزمط منه، أوقات تفلت منه. عليه أنه فعلا يروق، يركز وينضج. هيدا بتجي مع الدرس اللي بده يدرسه هون وبكرة بس يظهروا، كلهم لازم يكفوا، وإلا فعلا ما بيكونوا عملوا شيء. يعني بيوقف الصوت بمطرح معين تيصير هالصوت جميل بالفطرة، ويكتسب فعلا الخبرة يلي بحاجة لها، ونحصل على صوت متماسك وحلو.